اليوم طبعا بدأ المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم استعداداته للمواجهة الدولية أمام المالديف يوم الخميس القادم. اليوم كانت في حصة تدريبية على ملعب هاني فيرو ضمن معسكر المنتخب السعودي للسيدات في ماليه العاصمة المالديفية. طبعا تعد مواجهة المالديف اللي راح تكون يوم الخميس الجاي هي الثانية للأخضر السعودي أخضر السيدات بعد الفوز في أول مباراة دولية للمنتخب السعودي للسيدات على سيشل واللي انتهت بنتيجة 2-0 في مباراة دولية ودية جرت خلال المعسكر الجاري. مبروك لأخضرنا، كفو بناتنا. منتخبنا اليوم وخر عن طريقه، جاكم الاعصار ماشيين يعيقه، منتخبنا